هاي، العادات اليومية يلي منقوم فيها إن كانت صغيرة أو كبيرة بتصير جزء من روتين حياتنا وما منعود نفكر إذا كانت صح أو غلط. استعمال كمية كبيرة من الصابون خلال الحمام مثلاً بيعرض البشرة للجفاف والشيخوخة المبكرة. كمان فرك سنان لازم يتم بشكل عمودي من النير باتجاه كعب السن لمدة دقيقتين أو ثلاثة على القليلة ليكون فعال. خلال ساعة العمل لازم نوقت فترات الراحة وما تكون بالأوقات يلي بالعكس انتاجيتنا عالية فيها. ما لازم نأجل الوجبات الغذائية بسبب انشغالنا بالعمل لأنه التركيز رح يكون أصعب بدون أكل. مهم كمان أخذ استراحات للمشي خلال العمل. مين قال إنه فصل الحياة العملية عن الشخصية مهم للصحة الجسدية والنفسية؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.